لا طبعا، النجمه اللي الميس لزقتها لك على قرطك جميله وكل حاجه، بس ما هياش نجمه سيره يعني. يعني ما فيش حاجه اسمها مش هغسل وش. يلا يلا روحي اغسل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه النوره دي؟ قصدك على دي؟ اه دي ميس شيرين. ومش شيرين دي تقص لك شعرك بتاع ايه؟ يا هشام الحقني يا هشام يا هشام. ايه 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 في ايه مالك في ايه؟ شفت شفت اللي حصل في زياد؟ الميس النهارده قصيت له شعر في المدرسه، تخيل. طبعا طبعا، ما انت لو اب بجد وخايف على عيالك ها كنت رحت تطربق المدرسه على اللي فيها، بس انت سايب كل حاجه على دماغي وحاطط ايدك في المايه البارده. زياد يا حبيبي، مين اللي قص لك شعرك كده؟ انت هتسكت؟ انا حاسه ان انت هتسكت، انت هتسكت تبقى مصيبه. هو انا سكت ولا اتنيلت؟ ما انا بسأل سؤال، لازم اسكت حتى عشان اسمع اجابه، ده سكوت بتاعي من حقي. اتفضل. قول يا حبيبي، مين اللي قص لك شعرك كده؟ ما تخافش. ميس شيرين بتاعت الارض. هي اللي عملت لك الارت اللي في دماغك ده؟ لا لا لا، ثانيه واحده، مش شيرين دي توصل لك شعرك ازاي؟ يعني ايه؟ لا، لو مش شيرين دي ست شرير انا ماشيها من المدرسه النهارده حالا. لا هي طيبه، هي عملت لي النوره الحلوه الجميله دي عشان بتحبني. لا يا حبيبي، لو بتحبك كانت تعمل لك تورته، لكن دي عملت لك نقره. ثانيه واحده، ثانيه، انا هتصرف. انت قلت لي اسمها ايه؟ ميس شيرين. ثانيه واحده يا استاذه، ده اسمه اهمال. حضرتك حضرتك ده يعتبر جريمه. يعني ايه؟ ده اسمه تشايلد ابيوز. مش ابني اللي اسمه تشايلد ابيوز، انا ابني اسمه زياد ابيوز، زياد هشام. لا 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 لا، عشان تبقى فاهمه، انا هصعد الموضوع لاعلى الاماكن، انا هعمل جروب على الفيسبوك. انا هكلم الميديا، هكلم الاستاذ عمرو اديب. لا مش هينفع استاذ عمرو اديب، هو مش هيحس بينا في موضوع الشعر ده. مش هيلمسه قوي. هكلم الاستاذ وائل الابراشي، هو اللي هيحس بينا ويفهمنا. بقى مين يا فندم؟ يعني ايه اهدى؟ ايه؟ مس شيرين ما جاتش المدرسة النهاردة أصلا؟ طب ده بقى احنا هكلم حضرتك تاني إن شاء الله. أوكي. في أمان الله. زياد، أنا عايزك تركز يا حبيبي علشان خاطر الموضوع هيكبر. ومس شيرين ما راحتش المدرسة النهاردة أصلا. آسف آسف، قصدي ميس منى، ميس منى بتاعت الأرض. أصلي بتلخبط فيهم علشان اسمهم شبه بعض. هو منى وشيرين فعلا لازقين في بعض، يلخبطوا فعلا. زيادة حبيبي، احنا اصحاب مش كده؟ بص حبيبي، لو قلت لي الحقيقة أنا هجيب لك حاجة حلوة. ها؟ مين اللي قص لك شعرك كده؟ الحقيقة؟ الحقيقة قصيت لك شعرك كده؟ لا أنا عايزك تقول لي الحقيقة. أنا وقعت على السن. فنزلت بقى، فالسلمة المكسورة قامت قافشة في السليمة، خدت معاها القصة ومشيت، صح كده؟ صح، أنت شفتني؟ يا حبيبي مش محتاج أشوفك، ده أنا حاسس بيك. زياد لو سمحت احترم ذكاء أهلي سنة، مين اللي عمل لك شعرك؟ ربنا. هو ربنا ليه عمل لنا شعر أصلا؟ لا ربنا عمل لنا شعر اصلا عشان خاطر المفروض يحمي الانسان من مثلا لو في شمس، لو في عشان كده جد فوزي مات، عشان ما كانش عنده شعر يحمي راسه. مفيش حد حبيبي بيموت ناقص شعر، ناقص عمر. وبعدين جده يا ابني جده فوزي ايه؟ اركن جده فوزي على جد. بتفسحني يا زياد؟ بتفسحني؟ مين اللي قص لك شعرك؟ بص بقى، انا كنت مش عايز اخوفك وانا خوف ماما. لا يا حبيبي قول، ما تخافش احنا متطعمين. بصراحة أنا مريض بقالي فترة ومخبي عليكم. قلب أمك، لا خير. عندي مرض غريب كده. مرض نادر بيخلي شعري يقع. لا إله إلا الله يا زيزو يا حبيبي، طلعت غلبان وصاحب مرض، وأنا وماما ظلمناك. يا عيني يا حبيبي. لا لا ده لا ده مرض تساقط القصة، ده رهيب، ده ملوش علاج في أي حتة في العالم، أنا عارفه. شوف يا زياد، أنت عارف إن أنا لا يمكن أزعلك ولا اعمل لك اي حاجه وحشه، بس انا كل الحكايه اني يعني عايز اقفل المحضر وانور النور العادي بقى واوقف البتاع اللي بتتهز دي وننبسط بقى كلنا، مش كده ولا ايه؟ انا اوعدك لو قلت لي الحقيقه هجيب لك من الشوكولاته الكبيره دي اللي انت كان نفسك فيها، اللي انا مش عايز اجيبها. وهاكلها لك بايدي. زيزو زيزو زيزو، مين اللي قص لك شعرك؟ بصراحه بقى يا بابا، انا قصيت شعري بعد ما جيت من المدرسه.
انت قصيته. يا زيزو يا حبيبي. يا حبيبي يا زياد، الهنا والشفا حبيبي. والله انا شايف النقره دي لايقه عليك قوي، عشان خاطر كده انا هخليك تبقى شبه جد فوزي الله يرحمه.